نحن الآن متواجدون على مستوى دار الثقافة بولاية الأغواط، وذلك في إطار تنفيذ المخطط العام للاتصال للجيش الوطني الشعبي المصدق عليه من طرف السيد الفريق رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، حيث تنظم قيادة قوات الدفاع جميع الإقليم أياما إعلامية حول هذا السلاح على مستوى دار الثقافة لولاية الأغواط خلال الفترة الممتدة من 21 إلى 23 من الشهر الجاري، وذلك على مدار 3 أيام. تهدف هذه التظاهرة الإعلامية إلى تعريف قاطنة الولاية بمكونات هذا السلاح ودوره ومهامه ضمن منظومة الدفاع الوطني، كذلك المستوى المرموق الذي بلغه من تطور خاصة في مجال التكنولوجي،